بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني توجيه العلمي الله يعطيكم ألف عافية مع الحصة السادسة من مكثفنا إن شاء الله تعالى اليوم راح نبدأ بالدرس الثاني شو عنوان الدرس؟ عنوان الدرس مشتقتا الضرب والقسمة والمشتقات العليا كويس الآن أنا عندي هنا في البداية بدي أفهم المغزى تبع الدرس الدرس بحكي لي أنه أنا عندي هنا بدي أتعلم اشتقاق الضرب والقسمة للاقترانات والمشتقات العليا راح نيجي لها طيب ليش يا استاذ؟ ما بصير اوزع المشتقة انا على على الضرب والقسمة زي ما بوزع على الجمع الجواب لا ما بتقدر. يعني انت إذا كان عندك اف زائد جي اقتران اكس كويس؟ وبدك عادي بتحكي عادي اف برايم زائد جي برايم تمام؟ بتشتق هذا هذا أو إذا كان ناقص نفس الشيء ناقص. بس إذا كان عندك اقترانين اف مضروب في جي وبدي أشتقهم كويس؟ طبعا الشرط الشرط الاساسي هي هون شرط استخدام القوانين هي انه يكون كل من الاقترانين او الاقترانات اللي بدي استخدمها شو مالها؟ انها تكون قابله للاشتقاق كويس؟ يعني قبل ما ابلش اشتق لازم اف يكون قابل للاشتقاق وجي يكون قابل للاشتقاق وبعدين بطبق قاعده الضرب. هذا له قاعده اشتقاق وله قاعده. ما بصير اقول انه هذا يساوي اف مشتقه وجي مشتقه وخلص اوزع المشتقه عليه لا. في قاعدة للضرب وفي قاعدة للقسمة بالنسبة للجمع والطرح قلنا بنوزع المشتقة ما في مشكلة بالنسبة للضرب والقسمة في قاعدة طيب مبدئيا الشرط قلنا ان الاثنين الاقترانين اللي انا بدي اوجد مشتقة ضربهما لازم يكون قابلات للاشتقاق تمام تمام طيب اذا كان واحد منهم مش قابل للاشتقاق خلص ما بزبط لازم الاثنين يكونوا قابلين للاشتقاق بالنسبة للضرب بالكلمات بنحكي اذا كان عندي مثلا اف كويس ضرب ج وبدي اشتقه شو بيساوي بيساوي الاول يعني الاقتران الاول ضرب مشتقة الثاني جبرا زائد الثاني اللي هو ج ضرب مشتقة الاول اف برايم يعني كل مرة تشتق واحد الاول هو مشتقة الثاني زائد الثاني هو مشتقة الاول وهذا هيك بالرموز ايوه زي ما حكينا اف جي مشتقة لإكس بيساوي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول هذا قانون الضرب هذا قانون الضرب وأتوقع كلكم لازم تكونوا حافظينه 100% لأنه مش معقول في المكثف نكون احنا مش حافظين قانون الضرب طيب بالنسبة للقسمة نفس الإشي إذا كان عندي اقترانين مقسومات على بعض وبدي أوجد مشتقة حاصل قسمتهم مع بعض يعني اف على جي مشتقة شو بيساوي هاي القاعده بالكلمات بتحكي لي المقام ضروري هون تبلش صح ضروري تبلش بتبلش من المقام كويس المقام ضرب مشتقه البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على يعني مقسوم على مربع المقام، إذا المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام لأن المقام عندي جي هون. المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربية. هاي قاعدة ايش؟ قاعدة القسمة. تمام؟ تمام. القانون الثالث اللي راح يواجهنا بهذا الدرس انا بذكرهن قاعد عشان هسه لما نشتغل تكون عارف من وين آه المقلوب بالكلمات مشتقة مقلوب كيف يعني؟ يعني لو كان عندي واحد على اف بدي اشتقه شو بيساوي هذا؟ هذا بيساوي هي من عندي هون بالكلمات مشتقة مقلوب اقتران تساوي سالب مشتقة الاقتران يعني سالب اف برايم للاكس على مربع الاقتران يعني اف اكس تربيع تمام؟ مقسوما على مربع الاقتران، واحد ممكن ينسى يقول لك انا مش متذكر هاي القاعدة، يقول لك عادي استخدم القسمة، استخدم القسمة. كيف؟ طلع عندك واحد على اف اكس، بدك المقام في مشتقة البسط، المقام اللي هو الاف اوف اكس. في مشتقة البسط مشتقة الواحد صفر، ناقص البسط واحد. في مشتقة المقام اف برايم للاكس. على المقام تربيع اللي هو اف اكس تربيع. اف إكس بصفر راحت ظل عندي سالب واحد اف برايم للإكس اللي هو نفسه هاي زي ما احنا شايفين فإذا إذا أنت نسيت القاعدة هاي اشتغل على قاعدة القسم لأنه هو هذا حالة خاصة من قاعدة القسم طيب بعد هيك إيه في عندي مشتقة الاقترنات المثلثية مشتقة الاقترانات المثلثية هذا التعبير بدل على المشتقة دي على دي إكس بدل على المشتقة في عندي مشتقة الساين إكس بتساوي كوساين مشتقة التان بتساوي سكن تربيع مشتقة السيكن بتساوي سيكن في تان لاحظ فيش فيهن ولا وحده سالبه بالمقابل فيش فيهن ولا وحده بتبلش بحرف السي طيب هذول اللي ببلشوا بحرف السي لاحظ مشتقة الكوساين سالب ساين مشتقة الكوتان سالب كوسيكن تربيع مشتقة الكوسيكن سالب كوسيكن كوتان اذا اللي ببلشوا بحرف السي بتلاقي مشتقتها ايش مالها؟ سالب عشان تسهل تحفظهم بسهوله هذول راح نثبتهم كويس واللي معهن السي المشتقة تبعتهم موجبه بضل تحفظ انه ايش؟ مشتقة كل واحده شو هي؟ تمام الان اثباتا اثباتا خلينا نبلش الصين والكوساين اخذناها بالدرس الاول الان لو جينا على التان مثلا لو جينا على التان بدنا نوجد مشتقه التان خلينا نحكي دي على دي اكس ليش؟ لتان اكس قال لك اثبتها اثبت انه مشتقه التان تساوي قاطع تربيه بدك تحكي يا استاذ انا بدي التان اكس اذا عندي مشتقه دي على دي اكس لايش؟ التان عباره عن شو؟ ساين اكس على كوساين اكس ممكن يجيك هذا السؤال ممكن يجيك هذا السؤال طيب كيف بدي اشتق هذا الحكي؟ انا عندي بسط ومقام وما بتوزع المشتق على البسط والمقام في قانون القسمة تمام؟ تمام اذا بتطبق على القانون شو راح تحكي؟ المقام في مشتقة البسط اذا يساوي المقام شو هو؟ كوساين اكس هي كوساين اكس في مشتق المقام في مشتقة البسط مشتقة الساين كوساين اكس اذا هي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط ساين اكس في مشتقة المقام سالب ساين اكس مشتقة الكوساين سالب ساين على المقام تربيع كوساين اكس تربيع تمام تمام بس طبقنا على قانون القسمة المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع لاحظ عندك سالب هون هاي السالب مع هاي السالب شو بده يصير؟ بده يصير موجب شو بده عندك هون؟ كوساين بكوساين بده يعطيك كوساين تربيع هاي كوساين تربيع اكس كوساين ضرب كوساين وهي قلنا صار الزائد كويس كوساين مع ساين اعطتني ساين تربيع على كوساين تربيع اكس طيب هل المطابقه شو بتساوي ساين زائد كوساين تربيع كوساين تربيع زائد ساين تربيع او ساين تربيع زائد كوساين تربيع مش واحد حسب مطابقه في صح ولا لا على كوساين تربيع على كوساين اكس تربيع طيب واحد على كوساين شو هو الواحد على كوساين شو شو بيساوي سيكنت طيب واحد على كوساين تربيع اللي هو سيكنت تربيع سيكنت تربيع اكس متطابقات هذول المقلوب متطابقات المقلوب واحد على كوساين بيساوي سيكنت اذا واحد على كوساين تربيع بيساوي سيكنت تربيع اكس اذا هاي اثبتنا ايش التان اثبتنا مشتقه التان تمام اخواني سهل انك تثبتها طيب خلينا ناخذ مثلا الكتان الكتان مشتقه الكتان وشغلك نفس الاشي. الكتان نفس الشيء يعني شو راح يختلف انك راح تكون كوساين على صين راح تستخدم نفس الخطوات راح تستخدم نفس الخطوات تمام طيب خلينا نشوف السيكنت مشتقة السيكنت خلينا نشوف مشتقة السيكنت عشان نشكل هاي عندي دي على دي اكس ليش سيكنت اكس طيب انا بعرف شو السيكنت اكتبوا حسب مطابقة المقلوب السيكت مش بيساوي واحد على كوساين واحد على على كوساين اكس صح ولا لا؟ هاي مطابقة المقلوب السيكت بيساوي واحد على كوساين طيب هاي مشتقة المقلوب قبل شوي حكينا شو, شو بتساوي؟ سالب مشتقة الاقتران يعني سالب مشتقة الكوساين يعني سالب مشتقة الكوساين سالب ساين كويس على الاقتران تربيع يعني كوساين اكس تربيع شرطين سالب هذول شو بدهم يعطيني؟ بتعطيني موجب اذا شو بصير عندي؟ شو بصير عندي؟ البسط عندي ساين اكس هيو هاي ساين اكس على كوساين تربيع طيب هذا بقدر اوزعه بالصورة هاي هاي ساين اكس على واحدة منهن كوساين اكس ضرب كويس واحد على كوساين اكس صح ولا لا؟ اضرب ساين اكس بواحد ساين اكس كوساين 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 تربيع نفسها هاي وزعت الصوره هاي، الصاين على الكوسين هاي شو بتعطيني؟ هاي بتعطيك تان اكس هاي تان اكس مضروبه في شو؟ ضرب الواحد على الكوسين سيكنت سيكنت اكس اذا هاي هي مشتقه ايش؟ مشتقه السيكنت اللي هي تان سيكنت او سيكنت في تان نفس الشيء لانه عمليه الضرب عمليه تبديليه اذا مشتقه السيكنت سيكنت في تان طيب يا استاذ الكوس كانت نفس المبدا بدل ما هو واحد على كوساين عندي هنا بده يكون واحد على ساين بس رح تطلع معك اشاره سالب ليش لما مشتق انت الساين رح يكون مشتق الساين كو كوساين فرح تظل السالب موجوده اما خطوات حل هي نفسها مش رح تختلف ولا شيء هذول حاول تثبت لي اياهم يعني لحالك شو هن احنا شو اثبتنا التان والسيكنت انت عليك الكوتان والكوسيكنت تدرب عليهن نفس الافكار مش رح يختلف ولا شيء تمام طيب المشتقات العليا شو المشتقات العليا يا استاذ؟ هسه رح ناخذ تدريبات كمان واسئله كمان. المشتقات العليا يا حبايبي انه انا عندي مشتقه اولى اذا بدي المشتقه الثانيه بقدر اشتق المشتقه الاولى نفسها اشتقها كمان مره تعطيني المشتقه الثانيه، والثانيه اذا اشتقها كمان مره بعطيني ايش؟ تعطيني الثالثه. طيب تمام. مثلا عندي بقول لك الاحظ المشتقه المعطاه في كل مما ياتي ثم اجد المشتقه العليا المطلوبه. شو معطيني؟ اف دبليو برايم اف دبل برايم شو بيساوي؟ اثنين هي اف دبل برايم شو بيساوي؟ اثنين ناقص اثنين على اكس شو بده؟ اف تريبل برايم يعني المشتقة الثالثة بنقول له اف تريبل برايم مش انا معي المشتقة الثانية؟ اه طيب كيف دخلت تصل تصير مشتقة ثالثة؟ بس اشتق كمان مرة ضاين لها كمان مرة بتصير مشتقة الثالثة طيب يلا اشتقها مشتقة الاثنين صفر ناقص هاي مقلوب صح ولا لا مقلوب اللي هو الاثنين من دخل هيها مشتقة الاكس واحد في سالب عندي سالب مشتقة الاقتران يعني سالب واحد الاثنين هاي ثابت ملاش دخل على ايش على مربع الاقتران طيب والسالب مع السالب هاي شو راح تصير راح تصير موجب يعني اثنين على اكس تربيع تمام واحد نسي نسي نقول له تمام خلص مشتقة الاثنين صفر ناقص انا نسيت يا استاذ قاعده المقلوب نقول لك تمام المقام في مشتقه البسط صفر صح؟ المقام في مشتقه الاثنين صفر ناقص البسط في مشتقه المقام واحد على المقام تربيع سالب مع سالب موجب راح تساوي قديش؟ اثنين على اكس تربيع برضو نفس ايش؟ نفس النتيجه تمام اخواني تمام هاي اسئله خلينا نحكي اسئله سهله طيب شو معطيني هون؟ المشتقة الثالثة شو طالب مني؟ المشتقة هون يعبر عنها سيف جوا قوس تنحط زي هيك المشتقة الرابعة إذا قال لك هيك اف أربعة بدون قوس معناته هذا اف قوة أربعة اف قوة أربعة إذا بده يحكي لك إنه بده المشتقة الرابعة لازم يحط لك إياها جوا قوس لازم يحط لك إياها جوا قوس طيب تمام معطيني المشتقة الثالثة اللي هي اثنين جذر الاكس وبقول لي ايش؟ بدي المشتقة الرابعة بنقول له تمام المشتقة الرابعة المشتقة الرابعة لإكس تساوي هي الثالثة بس تشتقها كمان مرة. اثنين جذر الاكس، الآن أنت بتقدر تشتقها بأكثر من طريقة، بتعرف إنه هاي الاثنين ثابت هيها، مشتقة الجذر شو بتساوي؟ مشتقة ما داخل الجذر واحد على اثنين في الجذر نفسه. هاي مشتقة ايش؟ الجذر التربيعي. مشتقة الجذر التربيعي. مشتقة الجذر التربيعي. مشتقة مشتقة ما داخل الجذر على اثنين ضرب الجذر نفسه تمام طيب هاي اثنين مع اثنين راحت شو بعطيني واحد على جذر واحد على جذر الاكس اذا هاي المشتقة الرابعة هاي المشتقة الرابعة الاثنين لاحظ ثابت واشتقيت الجذر مشتقة ما داخل الجذر واحد على اثنين في الجذر نفسه الاثنين مع اثنين راحت ظل عندي واحد على جذر الاكس تمام هون لاحظ معطيني المشتقة الرابعة بحكي لي المشتقة الرابعة شو بتساوي؟ هاي المشتقة الرابعة لإكس شو بتساوي؟ 2 إكس زائد 1 هاي 2 إكس زائد 1 طيب شو بدك مني؟ بدي المشتقة السادسة المشتقة السادسة تمام؟ هذا اللي طالب السؤال المشتقة الرابعة أنا بدي المشتقة السادسة شو لازم؟ اشتق كمان مرة بتعطيني خامسة اللي هي راح تصير اف 5 اف 5 المشتقه الخامسه لاكس اشتق كمان مره اعطيك اثنين طيب انا بدي المشتقه السادسه بقول لك كمان مره اشتق كمان مره المشتقه السادسه لاكس شو بتساوي؟ بتساوي صفر تمام؟ اذا كملت على المشتقه الرابعه الخامسه بعدين كملت للسادسه طلعت معي بتساوي قديش؟ بتساوي صفر لانه اول ما اشتقيت للخامسه طلع اثنين بعدين طلع معي طلع معي صفر هاي بسموها مشتقات عليا هاي بسموها مشتقات عليا ليش مش المشتقه الاولى ثانية ثالثه رابعه الى اخره زي ما احنا زي ما احنا شايفين تمام اخواني طيب خلينا نبلش نحل اسئله لاحظ انه عندي سؤال هذا موجود بالكتاب سؤال حلو ومهم بحكي لي وجد فريق بحث زراعة انه يمكن التعبير عن ارتفاع نبته مهجنه من نبات تباع الشمس عين الشمس هذا اللي هو بزر بس بكون هيك شكله هذا والبزر موجود هون اللي بيزرعوا بيعرفوا هذا الحكي كويس وهذا بظل يطلع ناحيه الشمس كويس المهم ارتفاعها اتش بالامتار تمام يمكن ايجاد الارتفاع تعبير عن ارتفاعها بالاقتران هذا بالاقتران هذا التعبير عن ارتفاع اللي هو تباع الشمس حيث تي الزمن بالاشهر بعد زراعه البذور طيب شو بدنا معدل تغير ارتفاع النبته بالنسبه الى الزمن دائما يا اخواني معدل التغير هو عباره عن المشتقه بالنسبة للمتغير تبعها، إذا قال لي بالنسبة للزمن بكون معطيني اقتران بالنسبة للزمن، الآن معناته المشتقة بالنسبة للمتغير تبعها، بالنسبة لإكس إذا كان الاقتران بالنسبة لإكس معناته معدل التغير بالنسبة لإكس. أنا معطيني اقتران بالنسبة للزمن تي عندي، فمعناته معدل التغير هو عبارة عن المشتقة للاقتران. عبارة عن المشتقة للاقتران. تمام؟ يعني معدل التغير هون بحكي له هو عبارة عن اتش برايم للتي اتش تي هو عباره عن ايش؟ عباره بيعبر عن طول هاي النبته، بده معدل تغير ارتفاعها كويس؟ بنقول بما انه هو بده معدل تغير ارتفاع معناته مشتقه ايش؟ مشتقه الارتفاع تمام؟ طيب اجينا والله بدنا نشتق هون لقينا ايش؟ قسمه لقينا قسمه، بنقول تمام هاي هيك افتح اقواس هيك ناقص عشان ما تخربطش ايش اقول للاستاذ؟ المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. تمام؟ طيب المقام 4 زائد تي تربيع هي 4 زائد تي تربيع. في مشتقة البسط 6 تي. اللي هو مشتقة 3 تي تربيع ناقص المقام في مشتقة البسط ناقص البسط 3 تي تربيع في مشتقة المقام 2 تي. على المقام تربيع أربعة زائد تي تربيع كل تربيع اعمل أقواس هذول اعملهم دائما لما تيجي الشق اعمل زي إذا أنت لساتك يعني بتواجه مشاكل اعمل الأقواس بتريحك شوي طيب الآن خلينا نشوف فك هذا الحكي داخل الستة تي هون وهون شو راح يصير معك؟ راح يصير عندك اتش برايم للتي شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ الستة تي مع الأربعة أربعة 24 تي هي 24 تي كويس وال 6 تي مع التي تربيع شو اعطيك؟ زائد 6 تي تكعيب تمام؟ تمام خلصنا وزعنا 6 تي هون اعطتني 24 تي وهون اعطتني 6 تي تكعيب ناقص الآن عندي هون 3 تي تربيع في 2 تي، الثلاثة مع الاثنين 6 والتي تربيع مع التي بيعطيني 6 تي تكعيب، 6 تي تكعيب على ايش؟ 4 زائد تي تربيع، 4 زائد تي تربيع تربيع في حدود متشابهة عندي هون في عندي هون ستة تي تكعيب وسالب ستة تي تكعيب هاي بتروح مع بعض شو بتصفي عندي أربعة وعشرين تي أربعة وعشرين أربعة وعشرين تي على أربعة زائد تي تربيع الكل إيش الكل تربيع هذا بيعبر لي عن إيش عن معدل اللي هو الطالب اللي هو معدل تغير الارتفاع النبتة بالنسبه بالنسبه للزمن يعني الفكره بس هنا انك تستخدم ايش انك تستخدم قاعده القسمه كويس ومغير ما قال لك بدل المشتقه قال لك معدل تغير الارتفاع طيب شو الارتفاع اتش معدل تغير الارتفاع يعني اتش برايم بس هي الفكره من هذا السؤال هي الفكره من هذا السؤال هو يعني تطبيق زي ما احنا شايفين هون فكره مهمه وهي بتيجي بالعاده بتيجي دوائر هاي الفكره بتيجي بالعاده بتيجي دوائر بقول لك اذا كان اف اكس وجي اكس اقترانين قابلين للاشتراك ليش عشان تقدر تستخدم قواعد الضرب والقسمه اللي اخذناها تمام قال لك هاي المعلومه وعنده اكس يساوي صفر طبعا معطيك شو قال لك اف الصفر خمسة مش معطيك اقتران مريحك معطيك القيم بدون ما تعوضهم معوض لك إياه يعني معطيك إياها يعني معوضات وجهزات ومش معطيك القاعده اساسا شو هي كويس؟ بيقول لك اف الصفر خمسه واف برايم للصفر سالب ثلاثه وجي الصفر سالب واحد وجي برايم للصفر اثنين. طيب ممتاز الله يعطيك العافيه. شو بدك؟ بدي اف جي برايم، شو يعني؟ يعني اف ضرب جي برايم للصفر. بدي اسال بتقدر توزع المشتقة على اخترانين لا ما بتقدر. لانه المشتقة لا توزع على الضرب، بقدرش اوزعها على الضرب. طيب كيف العاد؟ في قانون عندي الاول اف الصفر أنا عندي عدد عندي عدد اف الصفر الأول في مشتقة الثاني يعني جي برايم للصفر هي الأول في مشتقة الثاني حسب القانون زائد الثاني في مشتقة الأول يعني جي الصفر في اف برايم للصفر مش هي قاعة الضرب الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول بس الفرق ايش؟ إنه جي اللي عند الصفر نقول له تعال ماشي أوكي بس بحط له مكان إكس ايش؟ بحط له مكان إكس صفر إرجع للقيمة اللي إياها وعوضها ويساوي اف الصفر وين؟ اف الصفر خمسة هاي خمسة خمسة ضرب جي برايم للصفر جي برايم جي برايم للصفر اثنان هاي اثنان زائد جي الصفر وين جي الصفر؟ هاي جي الصفر سالب واحد هاي سالب واحد في اف اه برايم للصفر وين اف برايم للصفر؟ اف برايم للصفر سالب ثلاثة هاي سالب ثلاثة. شيك على حلك كمان مره اف الصفر خمسه مزبوط الان جي برايم للصفر وين جي برايم للصفر اللي هي اثنين مزبوط زائد زائد جي الصفر وين جي الصفر سالب واحد سالب واحد في اف برايم للصفر وين اف برايم للصفر سالب ثلاث حلي مية بالمية هاي هاي بتساوي عشرة سالب مع سالب موجب اذا راح يضل زائد والواحد بثلاثة ثلاثة راح تعطيني قديش راح تعطيني ثلاثة عشر راح تعطيني ثلاثة عشر طيب تمام يا استاذ كويس اللي بعدي بقول لي اف على جي برايم للصفر اوزع؟ ما بتتوزع على القسم المشتقة ولا؟ في قانون في قانون، شو القانون بيحكي لك؟ شو القانون بيحكي لك؟ المقام اللي هو ايش؟ جي الصفر قلنا لك ليش صفر؟ لأنه بدل اكس عندك عندك صفر هون، المقام في مشتقة البسط هي ضرب مشتقة البسط، المقام في مشتقة البسط تمام ناقص البسط اللي هو الاف في مشتقة المقام جي برايم للصفر على المقام تربيع جي الصفر تربيع المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع طيب بدي اعوض بقول تعال ارجع للقيمة اللي بعطيك اياها شو معطيك؟ جي الصفر جي الصفر سالب واحد هي سالب واحد في اف برايم للصفر، وين اف برايم للصفر؟ سالب ثلاثة، هي سالب ثلاثة، ناقص اف الصفر، هي اف الصفر قد خمسة، هي خمسة في جي برايم للصفر، هي جي برايم للصفر اللي هي قد ايش؟ اثنين على جي الصفر تربيع، جي الصفر تربيع، هي جي الصفر تربيع يعني سالب واحد تربيع، سالب واحد تربيع بسط لي هذا الحكي، هي يساوي سالب واحد مع سالب ثلاثة أعطيك ثلاثة تمام ناقص خمسة باثنين عشرة كويس على سالب واحد تربيع اللي هو واحد ثلاثة ناقص عشرة نطرحهم والإشارة الأكبر يعني سالب سبعة على واحد وتساوي قديش سالب سالب سبعة واضح تطبيق على القانون إخواني ومن ثم تعويض تطبيق ومن ثم تعويض طلع لي على بعديها سبعة إف ناقص اثنين إف ضرب ج الكل مشتقة، طلع هي شو بدنا نسوي فيها؟ 7 إف ناقص 2 إف جي ناقص 2 إف في جي الكل إيش؟ الكل مشتقة بالنسبة بدنا إياها بينا للصفر، طيب بيساوي؟ أستاذة وزع المشتقة على الجمع على الطرح، أه وزع عادي ما في مشكلة، يعني شو بدك تحكي؟ 7 في إف برايم وطلع السبعة برا المشتقة عادي، إف برايم للصفر بصير اه بصير الجمع وطلع عادي وزع المشتقة ناقص كويس هاي كمان بدي اعطيها هاي الاثنين طلعتها برا المشتقة كمان شو عندي؟ ظل عندي اف جي كويس ليش؟ برايم للصفر كمان مرة شو عملت؟ وزعت المشتقة هون وهون والسبعة هاي طلعتها برا المشتقة لأنها ثابت والاثنين هاي طلعتها برا المشتقة لأنها ثابت طيب أوزع هون على الضرب لا ما بصير لا بصيرش ما بصير توزع على الضرب هون بصيرش توزع على الضرب هون طيب ممتاز خلينا نشوف هون ويساوي هو سبعة إف الصفر ماشي راح أعوضها هاي سبعة إف الصفر ما فيها مشكلة هاي بعوضها مباشرة ناقص اثنين برا برا العملية بالمرة طيب إف جي برايم شو راح تساوي ما نطلعها ما نطلعها هاي بالمطلوب الاول طيب انا مش مساحه مساحه ماشي بقول لك اوكي مش صعب العمليه الاول في مشتقة الثاني هي اف الصفر في جي برايم للصفر الاول في المشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الاول اف برايم للصفر طيب ارجع عوض ارجع عوض نرجع للقيم المعطيني اياها ننزل 7 اف الصفر اف الصفر قديش خمسة يعني تساوي سبعة في خمسة هاي سبعة في خمسة ناقص اثنين افتح قوس اف الصفر اف الصفر خمسة هاي خمسة في جيب رقم للصفر جيب رقم للصفر اثنين هاي اثنين زائد جي الصفر وين جي الصفر جي الصفر سالب واحد في اف برايم للصفر اف برايم للصفر يساوي سالب ثلاثة سالب ثلاثة كمل ويساوي سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين. كويس ناقص اثنان في خمسة باثنان راح تعطيك عشرة عشرة زائد واحد في ثلاثة يعني خمسة على ثلاثة صح ولا لا ليش سالب في سالب راح موجب بضرب في اثنين. هاي وتساوي خمسة وثلاثين. هاي ناقص ستة ناقص ستة راح تساوي راح تساوي تسعة إذا أنا هون أوجدت اللي طالب السؤال لاحظ وزعت هون على الطرح وزعت المشتقة ماشي بس للضرب ما بصير توزع الضرب ما بصير توزع عليه المشتقة واضحة إخواني واضحة تمام طيب إخواني خلينا نتابع في الأسئلة طلع هذا السؤال سؤال يعني نوعا ما جميل هذا من أسئلة الكتاب وسؤال حلو يعني سؤال جميل في فكرة السؤال بيعطيني المعلومات التالية بيقول لي عندها عندما ترصد الأقمار الصناعية الأرض فانه يمكنها مسح جزء فقط من سطح الارض، وبعض الاقمار الصناعيه تحوي مستشعرات لقياس الزاويه ثيتا بالراديان المبينه في الشكل اللي احنا شايفينه، كويس؟ فاذا كان اتش يمثل المسافه بين القمر الصناعي وسطح الارض، يعني من هون لهون بس، هي اتش كويس؟ هي اتش سطح الارض بس تمام؟ بالكيلومتر، متر وار يمثل نصف قطر الارض بالكيلو متر ار اللي هو زي ما احنا شايفين نصف القطر خلينا نلونه بالاحمر اللي هو من هون لهون هذا ار هيو ار اللي هو نصف قطر الارض كويس تمام فاجيب عن السؤالين الاتيين اثبت ان H تساوي ار كوسيكان ثيتا ناقص واحد يعني انه هذا الاتش بيساوي الحكي هذا انت طبعا بس تشوف هذا السؤال بتقول شو بده يعرفني من وين بدي اجيب ليش؟ لانه بتكون خايف من شكل السؤال السؤال الطويل ومنظر الكره الارضيه بتدوخ، كويس؟ ولكن تأخذ نفس عميق ان شاء الله بالامتحان بترجع تركز بتقول انا قدامي من كل هالليخه هاي بس بيهمني شغله واحده قدامي مثلث قائم الزاويه، كيف عرفت انه قائم معطيني السؤال لانها يعني زاوية, زاويه قائمه زي ما انا شايف تمام؟ طيب شو مطلوب من هذا المثلث؟ لاحظ انه هذا المثلث الاتش اللي هي مطلوبه اللي هي مطلوبه اتش عباره عن شو؟ عباره عن جزء من الوتر، عباره عن جزء من الوتر لحد الان تمام الامور تمام مثلث قائم الزاويه في عندي المطلوب فيه اللي هو ايش جزء من الوتر ومعلوم معايا او معطيني معلومات عن ثيتا ومقابل الها مقابل ووتر وثيتا على طول شو يخطر ببالك مقابل ثيتا ووتر لازم يخطر ببالك الساين انك تحكي انه انا عندي ثيتا ساين ثيتا شو راح يساوي ساين ثيتا هي ساين ثيتا بده يساوي المقابل على الوتر طيب ساين ثيتا المقابل لها ايش؟ ار على الوتر اللي هو ار من هون لهون لانه هذا كله وتر لمين؟ للمثلث ار من هون لهون زائد اتش زائد اتش خلص حل السؤال حل السؤال فكره بس انك ايش؟ انك استخدمت العلاقه هاي كيف نحل السؤال يا استاذ؟ باقي بقى كله حشو حشو طلع كيف؟ اضرب ضرب تبادلي اضرب ضرب تبادلي راح يصير معك ايش؟ ساين ثيتا هي ساين ثيتا في ايش؟ في ار زائد ساين ثيتا في اتش وزعتها مباشره ضربت ضربت هذا في هذا وزعتها على الصي على الار وعلى الاتش شو بدها تساوي هاي؟ هاي ضربنا هيك ونضرب هيك هاي على واحد ساوي ار ساوي ار طب كويس انا بيهمني مين؟ انا بدي اتش اطلع له اتش كموضوع من القانون بقول له خلي لي اتش هون هاي اتش ساين ثيتا اللي هي هاي والباقي نقول لي على الجهه الثانيه شو راح يساوي راح يساوي ار كويس ناقص ار ساين ثيتا صح ولا لا بس خليتها في الطرف الايسر ونقلت نقلت على الطرف الايمن ايش ار موجوده عندي في الطرف الايمن هيها نقلت عندها هاي اللي هي ساين ثيتا في ار اللي هي نفسها ار ساين ثيتا طيب ممتاز انا بدي بدي اتش لحالها بدي اتش لحالها بنقول لك عشان تخلي اتش لحالها شو بدك تعمل بدك تقسم على ساين ثيتا تمام هون هاي ساين ثيتا وهون ساين ثيتا طيب الان لما تقسم هون ساين مع ساين شو بتصير بدها تروح شو بضل عندي بضل عندي اتش أي تمام صار عندي الطرف الايسر اتش ضل اني اعمل هذا الشكل زي هذا الشكل لاحظ الار هون لو اخذت عامل مشترك هاي شو بده هاي الار خذها عامل مشترك هاي ار شو راح يظل؟ راح يظل عندك واحد من ار برا ار تقسيم ار بتظل واحد ناقص ساين ثيتا على شو؟ على ساين ثيتا هسه تقول لي الار مش مقسوم على ساين ثيتا هذا الضرب ما بصير تقسم هون على ساين هون على ساين بصير ساين تربيع الضرب خلص موجود الساين هون معناته هي شامله لل للار طيب استاذ ممتاز برضه ما وصلناش للشيء اللي احنا بدنا اياه بقول لك شويه هاي الاتش بدها تساوي الار ما لهاش دخل هي كويس وزع وزع واحد على ساين ثيتا هون بصير بدك توزع لانه هون الطرح الطرح او الجمع بدك توزع المقام لكن للضرب لا ما بتوزع المقام ناقص ساين على ساين بتساوي قديش؟ بدها تساوي واحد ليش؟ اعطيت الواحد مقام صار واحد على ساين ناقص الساين على ساين اعطيتها كمان ساين صارت قديش؟ واحد الواحد على ساين حسب مطابقات المقلوب شو بتساوي؟ اذا اتش بتساوي ار في واحد على ساين اللي هي كوسيكنت ثيتا ناقص واحد كويس والله خلينا نشوف هي هي ولا مش هي هي ار كوس كان ثيتا ناقص واحد مزبوط او والله هي نفسها تمام اذا انا اشتقيت العلاقه اللي هو طالبها اثبت له انه ايش انه اتش بيساوي هذا شو استخدمت شو استخدمت قول لي شو استخدمت شو استخدمت هنا انا غير فكره انه هذا مثلث قائم الزاويه فكره انه ساين ثيتا بتساوي المقابل على الوتر شو استخدمت كلها عمليات كلها عمليات كلها عمليات بسيطه تمام؟ كله ضرب تبادل وعمليات واخذ عامل مشترك، بس الفكرة انك شفت قدامك ثلاث قائم الزاوية وعرفت شو هو اتش، ما عرف... ما فكرت انه اتش هذا كله. ما فكرت انه اتش هذا كله. انك حللت السؤال بشكل صحيح، انك تحلل السؤال بشكل صحيح، تمام؟ تمام. طيب كويس، الآن المطلوب الثاني بقول لي أجد معدل تغير اتش بالنسبة إلى ثيتا. مش اتش اقتران بالنسبة لثيتا؟ اقتران بالنسبة لثيتا. كويس شو بده معدل تغير واحنا قلنا قبل شوي لسه قايلها قلت لك معدل التغير هو عباره عن المشتقه مشتقه مين مشتقه اتش بالنسبه لمين بالنسبه لثيتا كويس عندما ايش عندما ثيتا تساوي باي على 6 عندما ثيتا تساوي باي على 6 وافترض انه ار هاي للتعويض اخر شيء بعد ما تشتق بدك تعوض هذا الحكي طيب بدي اقول له تعال اول شيء بيطلع لك اتش برايم بيطلع لك اتش برايم للثيتا شو راح تساوي الار ثابت هي ار مشتقة الكوس ثيتا احنا قلنا كل وحدة كل وحدة فيها سي معناتها شو لازم تكون؟ سالب طيب مشتقة السيكنت مشتقة السيكنت سيكنت في تان مشتقة الكوس سيكنت كوس سيكنت في هي ايه ثيتا في كوتان ثيتا ناقص واحد صفر مشتقة الواحد صفر كمان مرة اخواني قبل شوي قلنا لكم اللي فيه سي كلهم بدهم عن ايش؟ سالب طيب انا عندي سيكنت وكوسيكنت مشتقة السيكنت سيكنت في تان طيب الكوسيكنت كوسيكنت في كوتان تمام احفظهم هيك وركز فيهم عشان بالامتحان ما تنساهنش يا سيدي نسيت امسكها على جنب لك دقيقة هيك واثبتها شو بتساوي تمام. الآن بعد ما خلصت نجم نقول له قديش أنت بدك باي على 6؟ تعال هي الإتش برايم إتش برايم للباي على 6 تساوي الآر معطيني اياه ولا لا؟ 6371 هاي الآر. في سالب كوسيكنت للباي على قديش؟ على 6. في كوتان الباي على 6. طيب هذول بطلعهم هذول بدنا نطلعهم ويساوي 6371 فيه الكوسي كانت تقولنا هاي السالب 1 ولا طلعها برا بالمره هاي السالب خلينا نحيها منها عشان ما ضلش ايش مجعروسنا هاي حطيناها هون هيها الكوسي كانت مقلوب ايش مقلوب الساين طيب ساين الباي على 6 اللي هو نص طيب مقلوب النص قديش؟ اثنين ليش؟ لأن الكوسي كانت واحد على على ساين طيب كوتان الكوتان هو مقلوب التان مضروب هاي ضرب هاي الكوتان مقلوب التان اللي هو ساين على كوساين الساين جذر الثلاثة على اثنين على الكوساين هذا بالنسبة للزاوية الباية على ستة اللي هي الزاوية ثلاثين طيب تمام هون هاي اثنين مع اثنين واحد على جذر الثلاثة هذا ايش؟ هذا التان هذا التان تان الباي على ستة واحد على جذر الثلاث طيب الكتان الكتان مقلوب التان يعني جذر الثلاثة يعني جذر جذر الثلاثة ويساوي بس بدك تضرب الآن زي ما احنا شايفين هاي إشارة سالب عندي هون وبضرب هذول ببعض بيطلع معي الجواب تستخدم الآلة الحاسبة بيطلع معك ايش؟ الجواب النهائي زي ما احنا شايفين هون اشتقاق العلاقة أمر سهل و بالبدايه يعني كيف اكتب العلاقة اتش بدلاله الثيتا شفناها كيف بعد هيك بس انه طلب معدل تغير اتش بس شقيت إياها زي ما زي ما تعلمنا تمام اخواني تمام سؤال مش صعب يعني طيب خلينا نشوف هون السؤال هذا السؤال بحكي لي اذا كان الاقتران واي بيساوي اي e اس اكس في ساين اكس فاجيب عن السؤالين الاتيين تباعا عندي سؤال 27 بقول لي اجد دي واي دي اكس ودي المشقه الثانيه لا واي نقول تعال هي بدك اول شيء دي واي على دي اكس بدي اشتقه اعطي هذا مشتقه واعطي هذا مشتقه غلط لا ما بصير ما بتوزع على الضرب ولا بدك تستخدم قانون الضرب الاول في مشتقه الثاني مشتقه الساين كوساين زائد الثاني اللي هو ساين اكس في مشتقه الاول اي اس اكس مشتقتها اي اس اكس زي ما هي بس خلص خذ الـ إي, 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 اي اكس عام مشترك اي اس اكس هيها شو راح عندك هنا كوساين اكس هي كوساين اكس زائد ساين اكس هي ايش هاي المشتقه الاولى طيب بدي المشتقه الثانيه كمان نقولك لك تمام تعال المشتقه الثانيه هاي اشتقينا اول مره خلينا نشتق المره الثانيه خلينا نشتق المره الثانيه دي اكس برضه هون عندك اول وعندك هون ثاني هذا كله ثاني هي الاول وهي الثاني الاول اي اس اكس في مشتقه الثاني الاول في مشتقه الثاني مشتقه الكوساين سالب ساين اكس زائد كوساين اكس اللي هي مشتقه الساين هي الاول في مشتقه الثاني الشقة هي الجمع عادي الشق توزع المشتقة على اذا الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني اللي هو هذا كوساين اكس كوساين اكس زائد ساين اكس في مشتقة الأول ما هو نفسه بظل اي اس اكس بظل نفسه طيب خذ لي اس e اكس عامل مشترك برا شو راح يساوي؟ هي اي اس اكس شو راح يساوي؟ هسا هون بعد ما اخذنا اي e اس اكس خلينا نفرض هذا الحكي كويس شو راح يصير؟ هي سالب ساين اكس هاي زائد كوساين اكس تمام زائد كوساين اكس اللي هي هاي زائد ساين اكس اللي هي هاي صح ولا لا اخذنا الاي اس اكس عامل مشترك برا هي الحد هذا عندي حدين هي حد وهي حد اخذنا الاي اس اكس عامل برا عامل مشترك وفرطناهن على بعض سالب ساين مع الساين هاي راح تساوي راح تروح وكوساين مع كوساين راح تعطيني 2 كوساين اكس يعني اي اس اكس في اثنين كوساين اثنين كوساين اكس هاي ايش هاي المشتقة الثانية طيب تمام شو بدك كمان بدي اثبت انه ايش انه المشتقة الثانية بتساوي اثنين في المشتقة الاولى ناقص اثنين في الاقتران الاصلي اثنين في المشتقة الاولى هاي اثنين خلينا نمسح لك اياها عشان ما تغبش عليك هيقول هي لي اثبت ان اثبت ان المشتقه الثانيه تساوي 2 في المشتقه الاولى ناقص 2 في الاقتران الاصلي واي تمام بدي اثبت له طيب المشتقه الثانيه وينها هيها هاي المشتقه الثانيه بدي اثبت انها بتساوي شو 2 في المشتقه الاولى 2 في المشتقه الاولى ناقص 2 في الاقتران الاصلي طيب خلينا نشوف 2 في المشتقه الاولى هي 2 في المشتقه الاولى وين المشتقه الاولى هي المشتقه الاولى اي اس اكس هي اي اس اكس اي اكس في أه, كوساين اكس زائد ساين اكس كوساين اكس زائد ساين اكس تمام اثنين في المشتقة الأولى اثنين في المشتقة الأولى ايش ناقص اثنين في الاقتران الأصلي طيب هاي ناقص اثنين الاقتران الأصلي شو هو وين الاقتران الأصلي اي اكس ساين اكس ها يرجع اي اكس ساين اكس اثنين في المشتقة الأولى ناقص اثنين في الاقتران الأصلي، كويس؟ شو ماله هذا؟ بدي أثبت إنه بيساوي المشتقة الثانية اللي أنا مطلعها هيها اللي هي واي دبل برايم، كويس؟ خلينا نشوف هذا الحكي بتساوي ولا بتساواش؟ إنه راح يطلع معايا بيساوي هاي ولا لا؟ إذا طلع بيساوي معناته أنا أثبتت، تمام؟ هاي اثنين في المشتقة الأولى ناقص اثنين في الاقتران الأصلي. خلينا نشوف في عندي هون الاي اس e اكس عامل مشترك هون هون زي ما احنا شايفين مضروبه في هون مضروبه في هون بقدر اخذها عامل مشترك كويس وفي عندي الاثنين هون بقدر ايش بقدر برضه اخذها عامل مشترك برا هاي اثنين هذا الحكي بيساوي اثنين اي e اس اكس افتح قوس شو ضل هون اخذنا الاثنين كويس واخذنا الاي اس e اكس ظل عندي كوساين اكس هاي كوساين اكس زائد ساين اكس هاي ساين اكس كويس ناقص هاي ناقص الاثنين برا والاي اس اكس برا ضل عندي ساين اكس ساين اكس ساين اكس ساين اكس ويساوي ايش؟ 2 اي اس اكس في ايش؟ كوساين اكس بالله طلع لي هيك شوف لي اياهم شبه بعض شوف لي اياهم شبه بعض هاي وهاي لا مش شبه بعض كيف مش شبه بعض؟ هاي الاثنين مغلبيتك بس جيبها هون عادي عمليه الضرب عمليه تبديليه رح ترجع زي هيك اذا انا اثبت له انه اثنين في المشتقة الأولى ناقص 2 في الاقتران الأصلي بيعطيني المشتقة الثانية معناته أنا أثبت السؤال اللي هو طالبه أثبت له الإثبات اللي هو اللي هو طالبه كل الأسئلة من هذا النوع بتنحل بالصورة هاي كل الاسئله من هذا النوع تنحل بالصوره هاي، طلب منك المشتقه الثالثه ضرب المشتقه الاولى او زائد المشتقه الاولى بيطلع كلين وتعمل العمليه اللي هو طالبها وتثبت له الشيء اللي هو طالبه. طيب هون اجينا هون، هذا السؤال يعتبر من الاسئله المهمة جدا هذا سؤال مهم تمام معطيني منحنيين واحد لإف إكس واحد لجي إكس كويس وبقول لي بقول لي إنه في عندي أنا البي إكس هو حاصل ضربهما والكيو إكس هو حاصل قسمتهم على بعض الإف إكس على جي إكس طيب شو بدك أول شيء بدي بي برايم للاثنين اللي هو هي بي إكس بدي بي برايم بي برايم للاثنين. طيب إخوان، البي أصلاً هو عبارة عن اقترنين مضروبات ببعض، يعني بده إيش؟ بده بده إف كويس؟ مضروب إف الاثنين أو إف ضرب جي لمين؟ للاثنين مشتقة حاصل ضربهم، لأنه البي عبارة عن حاصل ضرب إف مع جي، إذا بده مشتقة مشتقة حاصل ضربهم بعدين بدي اعوض الاثنين يقولك تمام في قانون ولا ما في قانون؟ في قانون شو بده يساوي هذا الحكي؟ بيساوي الاول اف الاثنين في مشتقة الثاني جي برايم للاثنين زائد الثاني جي الاثنين في مشتقة الاول مشتقة الاول اف برايم اف برايم للاثنين طب استاذ مش معطينا قيم معطيك رسمه معطيك رسمه طيب كيف بدي اجيب من الرسمه؟ يا بني ما انت بتعرف، ما انت بتعرف تطلع من الرسمه، بدي اف الاثنين بدي اف الاثنين، ولك تعال وين اف الاثنين؟ وين اقتران اف؟ هي الاقتران اف، وين الاثنين؟ هي واحد، هي اثنين، اطلع 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 وين اف الاثنين؟ هي اف الاثنين، طيب شو بده قديش؟ اعمل خط افقي هيك، قديش؟ واحد اثنين ثلاثة، إذا اف الاثنين قديش؟ اف الاثنين ثلاثة، هي ثلاثة طيب جيب رايم للاثنين اه شو بيعرفني جي برايم انا معطيني جي جي اكس بقول لك استنى شويه انت بتعرف انه المشتقه الاولى عباره عن الميل عباره عن الميل الميل وين الاثنين هاي الاثنين طلع خط هون هاي هون جي الاثنين طيب جي برايم للاثنين هي المشتقه الاولى للاقتران جي عند النقطه اثنين طيب تمام معناته هي عباره عن ميل المستقيم عند النقطه اثنين اوكي ميل المستقيم زي ما احنا شايفين خط مستقيم الان انا مش بعرف انه الميل الميل يساوي واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1 ان شاء الله قانون الميل طيب تمام اذا الميل اللي هو عباره عن ايش عن جي برايم للاثنين اللي انا بدي اياها مش قلنا هو عباره عن الميل طلع لي خذ لي نقطتين اي نقطتين بدك اياهن هاي النقطه هاي اللي هي الاثنين مع مين مع واحد اثنين مع الاثنين النقطه هاي والنقطه هاي اللي هي ايش واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي النقطة أربعة بدي أخذ النقطة اثنين مع اثنين وبدي أخذ النقطة أربعة مع ثلاثة كويس؟ خذ واي اثنين ناقص واي واحد واي اثنين ناقص واي واحد أخذنا النقطة هاي اللي هي ايش؟ أربعة وصفر أربعة وصفر يعني صفر ناقص هون صفر ناقص ثلاثة يعني هاي النقطة شو هي؟ خليني أفصل لك إياه هون عشان تفهم الأربعة والصفر هي هاي النقطة الأولى اللي أخذتها هاي النقطة إذا بتلاحظ واقعة على الشق اللي فيه الاثنين ما بصيرش أخذ هون على الشق اللي فيه الاثنين هاي المستقيم له ميل نفس الميل هون وهون وهون نفس الميل لأنه خط مستقيم تمام ما بصير تيجي تطلع الميل من هون وين الاثنين بتنتمي لهي المج... لهذا الفتره يعني فبتاخذ نقطتين بنتمي لهي الفتره اخذت النقطه هاي والنقطه هاي عشان اطلع اكس واحد و اكس 2 واي 1 واي 2 النقطه الاولى اللي هي ايش 4 مع مين 4 مع 3 من وين جاب بالصفر انا مش عارف 4 مع 3 اذا النقطه الاولى 4 فاصله 3 هي النقطه الاولى النقطه الثانيه اللي اخذتها اللي هي 2 مع مع 2 برضه واقعه هون على نفس المستقيم 2 مع 2 هي 2 مع 2 سميهن هي سميها اكس 1

اللي هي النص. إذا الميل عند الاثنين بيساوي قديش بيساوي نص مش الميل اللي هو عبارة عن جيب راين. أنا هي اللي طلعت له الميل صح ولا لا؟ إذا هون الميل عبارة عن جيب راين للاثنين جيب راين للاثنين. طيب تمام. إذا هون بعوض بدل جيب راين للاثنين قديش نص إذا ثلاثة في نص. ممتاز يا أستاذ زائد. جيل اثنين تعال هي جيل اثنين موجود عندك بشكل مباشر جيل اثنين مش جيب راين جيل اثنين قديش اثنان زائد اثنين في اف برايم للاثنين اف برايم للاثنين خذ نقطتين زي ما عملت هسه خذ نقطتين خذ نقطتين واشتغل طلع الميل عند الاثنين من الاقتران اف هي اثنين تعال لعند الاثنين تعال خلينا نشوف انا قلت خذ نقطتين والله يجينا عند الاثنين يا استاذ هاي الاثنين هنا يطلع خط اشوف هاي الاثنين هون اه مش خط مستقيم اقدر احسب فيه بالصيغه اللي انت حكيتها واي 2 ناقص واي واحد هون ما تقدرش تاخذ نقطتين وتطلع مش خط مستقيم هذا ميل المستقيم اذا كان خط مستقيم اوكي بس اذا كان منحني زي ما احنا شايفين ما بتقدر تطلع الميل بالصوره هاي ما تقدر تطلع الميل بالصوره هاي طيب شو ولا كيف بدي اطلع الميل هون يا استاذ بقول اطلع علي هون المماس عند النقطه 2 المماس عند النقطه 2 كيف شكله بيقول لي المماس هون افقي زي هيك صح ولا لا هاي المماس افقي المماس الافقي ميله قديش ميله قديش؟ ميله يساوي صفر معناته المشتقة الأولى عند الاثنين للاقتران اف بتساوي قديش؟ بتساوي صفر إذا اف برايم للاثنين بتساوي بتساوي صفر ليش؟ لأنه عند الاثنين في ميل أفقي عند الاثنين في ميل عندي مماس أفقي للاقتران لمنحنى الاقتران اف اكس إذا هون شو بدي اعوض اف برايم للاثنين؟ بدي صفر لانه ميل ميل المماس هون بيساوي لي قديش؟ صفر، كيف عرفت انه صفر؟ لانه افقي، لانه أفقي زي ما احنا شايفين هاي منحنى الاقتران الم... المماس هنا واضح انه ايش انه افقي تمام طيب شو يساوي هذا الحكي 3 على 2 وبس هاي الصفر اذا هذا هو ايش بي برايم للاثنين اللي هو طالبها بي برايم للاثنين اللي هو طلبها فاذا الرسم كانه هو معطيك ايش كانه هو معطيك قاعده الاقتران تقدر تطلع منه المطلوبات او المطالب اللي هو بده آه اياها المطلوب الثاني كيو برايم للسبعة طيب هو كيو برايم شو هو؟ كيو أصلا شو هو؟ كيو برايم للسبعة مش الكيو هو عبارة عن حاسب قسمتين على بعض يعني اف على جي برايم لمين؟ للسبعة بقدر أوزع المشتقة على القسمة؟ لا حسب قاعدة القسمة شو هي؟ المقام في مشتقة البسط هي أفت... اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك المقام في مشتقة البسط يعني جي السبعه في مشتقة المقام في مشتقة البسط يعني اف برايم للسبعه ناقص المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام ناقص اف السبعه في جي برايم لمين؟ للسبعه على المقام تربيع اللي هو جي السبعه تربية كل هذول الأستاذ بدي أطلعهم من الرسمة، آه يا أستاذ كلهم يطلعوا من, من الرسمة. جي السبعة تعال على السبعة وين السبعة؟ واحد اثنين ثلاث أربعة مقسم لك إياها أربعة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة هي السبعة بده إيش؟ جي السبعة جي السبعة هي واحد إذا ويساوي عشان بدي أشرح هون خلينا نحطها ونخلح. هون أي يساوي جي السبعة بتساوي واحد هي واحد فيه اف برايم للسبعة اف برايم للسبعة طيب وين اف هي اف اكس وين السبعة هي السبعة نفس الفكرة عندي خط مستقيم هي السبعة تاخذ نقطتين خذ نقطتين تقدر تعرف احداثياتهم خذ نقطتين. ما هو عندك خط مستقيم تقدر تطلع الميل باستخدام العلاقة اللي قبل شوي واي 2 ناقص واي 1 بس النقطتين بدك تاخذهم هذول النقطتين مش تيجي تاخذ النقطة هاي شو بيعرفك انه تقاطع شو بيساوي هاي النقطة بدك تاخذ نقطتين معروف مين هن معروف مين هن واحداثيات المعروفة يعني باخذ النقطة هاي مثلا اللي هي سبعة مع مين مع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة السبعة مع الخمسة سبعة فاصلة خمسة هاي النقطة الأولى اللي أخذتها كمان تاخذ لي هاي شو بعرفك شو بعرف؟ هاي تقاطع شو بعرف؟ قديش طيب هاي ما بقدر أخذها ليش بعرفش قديش متقاطعة ممكن تكون نص ممكن تكون وستة بالعشرة لكن هاي اخر خطوة واضح انها هون بالضبط واقع احداثياتها الثلاثه مع واحد اثنين ثلاثه اربعه، الثلاثه مع الاربعه، هاي الثلاث وهون عندي ايش؟ وعندي الاربعه، اذا باخذ النقطه ثلاث واربعه، مش تاخذ نقطه جايه بالنص، خذ نقطه معروفه شو هي، معروفه شو هي، هذول النقطتين وقعت على المستقيم، صح ولا لا؟ بقول لي صح، تمام؟ اذا بقدر اطلع باستخدام قانون الميل اف برايم للاكس بتقدر تطلع المشتقه طبعا الميل الميل طيب الميل شو بيساوي؟ سميهن هاي اكس واحد هاي واي واحد هاي اكس اثنين هاي واي اثنين الميل شو بيساوي؟ واي اثنين ميل يساوي واي اثنين ناقص واي واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد ويساوي واي اثنين ناقص واي واحد اللي خمسة ناقص اربعة ناقص خمسة اربعة ناقص خمسة على اكس 2 ناقص اكس 1 3 ناقص 7 3 ناقص 7 ويساوي 4 ناقص 5 سالب 1 3 ناقص 7 سالب 4 سالب مع سالب موجب بضل عنده ربع اذا هون الميل قديش بيساوي عند السبعة؟ بيساوي ربع طيب قديش بيساوي عند الستة؟ ربع طيب قديش بيساوي عند الخمسة؟ ربع لأنه هذا خط مستقيم وين أنا أطلع قاعد؟ يعني هون بطلع ربع تمام؟ ل اكس بحكي الميل ل اف اكس اذا اف برايم للسبعه قديش بده يساوي بده يساوي ربع اذا هي واحد على أربعة تمام طيب ناقص اف السبعة تعال وين اف السبعة وين اف اكس سي اف اكس اف السبعة طلع خط هون خليه يتقاطع هون اف السبعة قديش عد أربعة هون معناته هي خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة معناته خمس. هي قديش بتساوي اف السبعة بتساوي خمسة هي خمسة في جي برايم للسبعة جي برايم للسبعة هاي السبعة هاي جي اكس وين بأخذ نقطتين نفس الاشي بأخذ نقطتين نفس الاشي بس بدك تأخذ نقطتين يكون واضح انهن شو احداثياتهم واضح شو احداثياتهم طيب خلينا نأخذ نقطتين هاي بدو اخذ انا بدي اخذ النقطة انا بدي جي برايم جي برايم للسبعة اخر شيء بدي اللي هي هاي النقطة هاي إحداثياتها سبعة مع واحد هاي سبعة مع واحد والنقطة الثانية بدي أخذها أخذ هاي لا أخذ هاي لا طيب هاي 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 واضحة شو هي شو إحداثياتها الأربعة مع واحد اثنين ثلاثة الأربعة مع الثلاثة أربعة فاصلة ثلاثة سميهن مين أسميه يا أستاذ إكس واحد واي واحد؟ سمي أي اللي بدك إياه اللي بدك إياه. خلص سمي هذولا هاي إكس واحد بصير تسمي إكس واحد واي واحد هون اكس 2 واي 2 بدك تقلبهن قلبهن عادي سمي هذول يعني اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 اما تسمي اكس 1 واي 2 هيك كثير يعني هيك بكون ايش كثير اما لازم يكون متجانسات اكس 1 واي 1 نق النقطه اللي بدك اياها طيب طلعوا الميل الميل يساوي واي 2 واي 1 على اكس 2 اكس 1 1 1 3 اللي واحد ناقص ثلاث. ناقص هي 1 3 على 7 4 هي 7 ناقص أربعة ويساوي سالب اثنين سبعة ناقص أربعة اللي هي ثلاثة إذا سالب اثنين على ثلاثة الميل يساوي سالب اثنين على ثلاثة طيب عند عند الستة يا أستاذ قديش الميل تبع تبع الجي برضه نفس الشيء سالب اثنين أخذت مستقيم هذا ميل واحد هون 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 ميل بالفترة هاي من أربعة على للمال النهاية الميل يساوي قديش سالب اثنين على ثلاثة تمام مش قولي عند السبعه بيختلف عن لانه نفس ال... نفس الميل نفس المستقيم موجود عندي فاذا الميل عند السبعه بده يسوي لي قديش سالب اثنين على ثلاثة هي هون سالب اثنين على ثلاثة طيب تمام على جي السبعة تربيع انا اطلعها قد صرت معي جي السبعة واحد صح ولا لا هاي من هون طلعتها واحد تربيع واحد هاي جي السبعة واحد مزبوط ضايل بس انك ايش تبسط ربع واحد على أربعة ناقص هاي واحد ضرب ربع ناقص مع السالب هاي شو بدها هاي؟ بدها زائد السالب هاي مع السالب دلسير. موجب والخمسة باثنين عشرة على ثلاثة عشرة على ثلاثة طيب الآن بدي أبسط هنا واحد ضرب ثلاثة ثلاثة زائد 40 اللي هي عشرة ضرب أربعة على 12 وتساوي قديش؟ 43 على 12 هذا ايش؟ هذا هو اللي طالبه اللي هو شو هو؟ اللي هو كيو برايم للسبعه اللي حاصل قسمه اف على ج للسبعه ومن ثم حسب القاعده المقام من البسط ناقص البسط من المقام على المقام تربيع وايش؟ بنكمل. اخواني لاحظ انه هذا السؤال هذا السؤال كله على بعضه شو اللي فيه صعب؟ شو استخدمنا فيه عشان تكون بالصوره ملخص. طلع عليه اول شيء هنا استخدمنا قانون الميل اللي هو شو بيساوي؟ واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس اكس واحد تمام هذول من وين بجيبهن بتجيبهن من احداثيات نقطتين اذا بدك مثلا تجيب برايم للاكس عند نقطه معينه بتاخذ مثلا وين بترفع خط وين واقع هاي النقطه في اي في اي جزء في جزء هذا ولا في الجزء هذا بتاخذ نقطتين واقعات على نفس الجزء مش بتيجي تاخذ النقطه من هون نقطه من هون غلط غلط ميل هذا بيختلف عن ميل هذا طيب باخذ نقطه النقطه اللي بدي اخذها بده يكون واضح شو احداثياتها لاحظ هاي احداثياتها واضحه زي عين الشمس هاي لا هاي لا هاي واضحة هاي تنتمي لجزء هذا تنتمي لجزء هذا بأخذ النقطة هاي وهاي بطلع الميل للمستقيم هذا عند السبعة بس لا مش عند السبعة كل الأعداد من هون لهون ميلهن بساوي الميل اللي أنا بطلعه تمام طيب أنا بدي هون النقطة مثلا هون عند هاي بتأخذ نقطتين تنتمي لجزء من المستقيم اللي واقع عليه النقطة نقطتين واضحات شو هن ما تاخذ لي نقطه مش معروف شو احداثياتها خذ نقطه تقع على الزاويه معروف شو احداثياتها تمام تمام الفكره الثانيه انه انا لاحظ المنحنى هون ما بقدر اطلع حسب القاعده حكيت لك هاي القاعده من هون شو السبب لانه ما عندي خط مستقيم عندي منحنى المنحنى هذا اخواني زي ما احنا شايفين بقدر اعرف بكل سهوله انه المماس افقي المماس افقي طالما المماس افقي معناته الميل يساوي قديش؟ صفر، وين؟ بس عند النقطة هاي، لأن المماس افقي بس عند النقطة هاي اللي هي قديش؟ اللي هي اثنان، تمام اخواني؟ هاي هي الفكرة من 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 هذا النوع من الأسئلة وفكرة سهلة وهذا النوع من الأسئلة أنا بعتبره مهم، تمام؟ تمام اخوان راح نتوقف لحد هون ان شاء الله تعالى، شد حيلك، حل اسئله، ركز، حدد الافكار، لا تحل اسئله بدون ما تكون واعي، حل اسئله بوعي، ان شاء الله تعالى فالكم الفل باذن الله تعالى آه الله يعطيكم العافيه والى اللقاء